كل من نجا من هذه الكارثة كانت لديه قصة لا يمكن تصديقها، لكنها قصة حقيقية. هذه المقابلة صعبة، ولكن لابد من الحديث، لأن أحداً لم يتحدث عن هذا الأمر لسنوات، لم نتحدث عنه حتى مع عائلاتنا. كان والدي محامياً، ولم يخبرني إلا بعد عام 1945 أنه لم يفرح حين علم أنهم ينتظرون طفلاً، لأن ذلك كان الوقت الذي وصل فيه هتلر إلى السلطة. وعندها أدرك أن هذا البلد الذي ولد فيه والذي أحبه بشدة قد ضاع بالنسبة لليهود، وبالتأكيد لم يرغب في عائلة أكبر خلال تلك الفترة. وكما تسير الأمور بشكل طبيعي، فقد ولدت في عائلة من الطبقة المتوسطة. وبالطبع لم يكن والداه شديدا التدين موافقين، فقد كان ابنهما المفضل، وهو بالذات الذي لم يتبع المسار الديني الذي كانا يودان رؤيته فيه. ثم وافقت والدتي على اعتناق اليهودية وتزوجا. استطاع والدي إقناع جدي بعدم جدوى إدارة عمل تجاري في مثل هذه الأوقات المعادية للسامية. شعر من زبائنه القدامى أنهم يتضايقون من الذهاب إلى متجر يهودي، رغم رغبتهم في الذهاب إليه لأنه كان يبيع بضائع جيدة، لكن هذا لم يكن سبباً كافياً له للاستمرار. ثم تخلت جدتي عن شقتها الجميلة. ما زلت أذكر الساعة الكبيرة التي كانت دائماً تصدر رنيناً جميلاً. الأطفال يملكون ذكريات مختلفة، قد تتخيل أنها لن تدوم، لكنها دامت. كان بيتاً به سجاجيد كثيرة، كما هو متخيل عن بيت برجوازي. ثم جاءت بالطبع مشكلة أن والدتي لم تستطع تحمل ضغط الجستابو. أخبرني والدي أنه تم استدعاؤها عدة مرات إلى الجستابو لإبلاغها أنها إذا بقيت مع اليهودي فسوف تلقى نفس المصير، في حين أنها يمكنها تجنب هذا المصير بالعودة إلى أصولها.
لقد فعلت جدتي الكثير من أجلي، علمتني الدين بطريقة ممتعة، جعلتني أستمتع من خلالها بالموضوعات الدينية، كما ذهبت معي في رحلات صغيرة ونزهات. كانت بمثابة أم بديلة ممتازة بالنسبة لي، كانت سيدة حقيقية. في تلك الأيام كانت ترتدي دائماً شريطاً مخملياً أسود رفيعاً حول عنقها، حتى إنها كانت ترتديه في آخر مرة رأيتها فيها. آنذاك اعتدنا نحن أطفال الحي اللقاء عصر كل يوم واللعب في الفناء الأمامي الكبير لأحد المباني السكنية على الجهة المقابلة من الشارع. حين أفكر في ذلك فقد كنت أظنهم يعرفون أنني يهودية، أو أن الأمر لم يكن محل نقاش من الأصل. كانت هناك بوابة كبيرة وثقيلة، لم أستطع فتحها واعتقدت أنها عالقة. في تلك اللحظة اقتربت حارسة المنزل التي كنت أعرفها من البوابة وقالت: اذهبي إلى منزلك، لا يسمح لأطفالنا باللعب مع طفل يهودي. ولاحظت أن جميع أصدقائي كانوا يتشبثون بقضبان السياج وينظرون إلي باستغراب. اعتقدت أنهم يريدون أن يلعبوا معي لعبة، لكنهم ذهبوا. حين رأيت أنني صرت وحدي بدأت في العويل وذهبت إلى المنزل. لم ترى جدتي ذلك ولم تعرف سبب عودتي، لذا كان عليها أن تشرح لي. وعندها سمعت لأول مرة كلمة يهودي، لم أكن أعرف معناها. أعتقد أنني كنت أظن أن الجميع متشابهون وأنه لا يوجد اختلاف بينهم. كانت تلك المرة الأولى التي أدركت فيها أننا مختلفون وأن الناس من حولي ينظرون إلينا بشكل مختلف. تم شطب والدي من نقابة المحامين وأصبح ما يسمى مستشاراً، وهذا يعني أنه لا يستطيع الدفاع إلا عن اليهود. بالطبع كانت تلك مهزلة وسخرية، لأن اليهود آنذاك باتوا دون أي حقوق. إنه عصر النازية الذي أعطت فيه قوانين نورنبرغ الحرية لإرهاب اليهود أو عرقلتهم، وسمحت للجستابو بتعذيبهم، ولم يكن أي شخص يتم استدعاؤه إلى الجستابو يعرف ما إذا كان سيخرج حياً أم لا. كانوا يأتون دائماً في وقت الفجر حيث يخيم الظلام ويدقون جرس الباب بصوت مزعج ومرعب. في المرة الأولى أصابنا الفزع، وفي المرات التالية كنا نعرف بالفعل من هم. كانوا يأتون دائماً مرتدين معاطفهم الجلدية وقبعاتهم المتدلية. لازلت أتذكر ذلك بوضوح حتى اليوم. في مرحلة كانوا يجيئون لأخذ الرجال من العائلات، أحياناً لاستجوابهم فقط وأحياناً لإرسالهم إلى داخاو. كان اسم داخاو بالفعل متعارفاً عليه بين اليهود، لأنهم كانوا يعرفون ما كان يحدث للناس هناك. ذات مرة جاءوا أثناء النهار وقرعوا جرس الباب بصوت عال. لا أعرف ما إذا كان والدي كان يعرف أم أنه كان لديه إحساس بذلك. كان لشقتنا مخرجاً،
كان يخرج من الخلف بينما كانوا يدخلون من الأمام، لم يقل أي شيء واختفى بسرعة. حين سألته لاحقاً عن المكان الذي ذهب إليه، قال إنه كان في شقة مشرف المبنى. كانوا أشخاصاً طيبين حقاً. على أي حال، جاء الجستابو وأخبرتهم جدتي أنه غير موجود. كانت شقة جميلة من شقق الطبقة المتوسطة، بها عدد من الغرف. فتشوا جميع الغرف ورأوني أقف هناك. سألوني أين والدي؟ كنت أعرف، لكنني لم أنطق بكلمة. عندما لم أجب، صفعني أحدهم مرتين على وجهي وسألني مرة أخرى. صرخت، لأن ذلك كان مؤلماً حقاً، ولابد أنه أدرك أنه لن يحصل مني على أي شيء. ثم غادروا، كان الجميع قلقين حتى هدأت مرة أخرى. كنت مجرد طفلة، وأذكر أن الألم كان كبيراً. في أحد الأيام، كنا نتمشى في متنزه تريزن فيزه. كان يوماً جميلاً، وكان هناك الكثير من الناس حولنا. وفجأة توقفت سيارة خضراء في منتصف الطريق، وخرج منها رجلان يرتديان معاطف جلدية وطلبا من المارة إثبات الهوية. في تلك اللحظة، شعرت بيد تسحبني بعيداً وتضع يدي على عربة أطفال. كان أمراً فظيعاً. أتذكر أنني نظرت إلى والدي الذي أشار إلي ألا أنظر إليه. كان الرجلان ينظران إلى شيء ما، ثم قادني زوجان بعيداً وسألاني عما إذا كنت أسكن بعيداً، فقلت لا، فقد كنت بالفعل أسكن بالقرب، وطلبا مني الركض إلى المنزل بسرعة وإخبار من في البيت بما حدث. رأيتهم يأخذونه بعيداً، ولم أتخيل حقاً أنني سأراه مرة أخرى على هذا النحو، لأنني كنت أعرف الكثير وسمعت الكثير وعانيت كثيراً مما قاله الناس. هذه أحداث عانت منها عائلتنا، وهناك عائلات أخرى عانت من مصير مماثل، ولم تسلم أي عائلة يهودية. بالطبع أخذوا والدي إلى شارع إتشتراسي حيث كان مقر الشرطة. أخبرني لاحقاً بما حدث، فقد التقى هناك بالعديد من الرجال المعروفين، رجال فقط. وحين جاء دور والدي، قال اسمه سيغفريد نويلاند. نظر إليه الرجل الجالس في المنتصف وأخبره أن يتنحى جانباً. كان يعتقد أن هذا سيكون حكم الإعدام عليه. لم يكن يعرف لماذا كان عليه التنحي جانباً. لم يكن على أي من الآخرين أن يفعلوا ذلك. وقال الرجل: نويلاند، أنت لا تعرفني. لم يتعرف عليه والدي حقاً. وقال الرجل: سأخبرك لماذا يجب أن تعرفني. لقد مثلتني ذات مرة في قضية قانونية، وعندما لم يكن لدي المال لدفع فاتورتي قلت لي: حسناً، ادفعها عندما تستطيع ذلك، والآن يمكنني سدادها لك. اذهب إلى المنزل. أمور كهذه كانت تحدث أحياناً أيضاً.
ثم جاء 9 نوفمبر عام 1938 حيث تم تحذير والدي. كان عليه أن يغادر المنزل هو وعائلته ويخرج إلى الشارع. كان هناك شيء ما يتم التخطيط له ضد اليهود. لم يتردد، لكنه أراد أن يأخذ جدتي معنا، لكنها رفضت الخروج معنا وقالت إن هذا سوف يلفت النظر. بقيت في المنزل، كان الجو بارداً. ما زلت أذكر أنها ألبستني قبعتي وربطت لي وشاحي وغادرنا. أراد إبلاغ صديقه المستشار روتشيلد، لذلك عبرنا الوادي ورأينا النوافذ المكسورة لمتجر أولفيلدر. آنذاك كانت هناك الكثير من المحال اليهودية. كان بعض الناس ينقلون الأشياء بعيداً، وكان البعض الآخر يقف ويراقب. لم نتوقف وواصلنا السير حتى وصلنا إلى المنطقة المحيطة بساحة زيندلينجر تور، حيث كان هناك أيضاً أشخاص وقفوا لتحذير المستشار روتشيلد. قبل أن نصل إلى منزله رأينا سيارة شرطة خضراء، وبمجرد وصولنا رأينا الجد روتشيلد. لم يكن جدي الحقيقي، لكنني هكذا كنت أناديه دائماً لأنه كان لديه الكثير من الشعر الأبيض ولأنني فقدت جدي. رأيناه يخرج يجره رجلان من ذراعيه وعلى جبهته ضمادة مشربة بالدماء. رآنا وأشاح على الفور بوجهه بعيداً. لم يكن يريد أن يرى الرجال أننا نعرفه. دفعوه إلى السيارة وركلوه. وكانت تلك آخر مرة نراه فيها. قال والدي إننا يجب أن نخرج من هناك على الفور. راقبته وهو يفكر فيما يجب فعله بعد ذلك. ثم قال إننا سنذهب إلى غاوتينغ حيث يعيش صديق مقرب له. لم يكن يريد أن يسلك الطريق الرئيسي، ولكن لأنه يحب الطبيعة كان يعرف الطرق. ذهبنا من وسط المدينة إلى غاوتينغ إلى عائلة كازلمان. حين وصلنا أخبرهم أبي بما حدث. قال السيد كازلمان على الفور: بالطبع ستبقون معنا الليلة. وهذا ما حدث بالفعل، وفي اليوم التالي عدنا وعاد كل شيء إلى طبيعته. مع أول قطار ترحيل أخرج الناس من القطارات واقتيدوا مباشرة إلى الحفر، وتم إطلاق النار عليهم جميعاً. لكن من فعلوا ذلك، سواء كانوا من الشرطة أو أي شخص آخر، أخبروا عائلاتهم بما حدث، لأنهم على ما يبدو لم يروا أنهم قتلوا أطفالاً صغاراً ورضعاً ممن كانوا على متن القطار. كان أصغرهم يبلغ من العمر 6 أشهر. تم إطلاق النار عليهم ببساطة. لم يكن الجستابو هو الذي ينظم عمليات الترحيل بنفسه. لم تعد هناك ممثلية للطائفة اليهودية، بل مجرد مكتب.
عينوا لرئاسته ممثلاً يهودياً اسمه السيد كوروتشيك. لن أنساه أبداً. نسيت أسماء المقربين، لكن لا يمكنني أن أنسى اسمه. يمكنني أن أذكر شكله، كنت أعرفه، وكان عليه أن يملأ القوائم بأسماء أشخاص ومعارف، رغم أنه كان يعلم أنها قائمة إعدام. كانت تلك آخر دقائق لي مع جدتي، ما زلت أستطيع تذكرها. لقد أخبر هذا السيد كوروتشيك الفظيع والدي أنه مطلوب نقلة للأطفال ونقلة للكبار ونقلة للعجائز، وأن عليه ضم شخص إلى القائمة. عندها تطوعت جدتي بالطبع، وبعد فترة ودعتني وأخبرتني بأنها ذاهبة إلى منتجع صحي وأنها ستعود. ومنذ ذلك الحين أصبحت كلمة منتجع صحي مروعة بالنسبة لي. بكيت بشدة وبكت هي أيضاً. لا يمكن تخيل ذلك. كانت تلك نهاية طفولتي. الآن أصاب والدي الذعر الشديد بعد أن طال الأمر عائلته، لذا كان يبحث عن طريقة لإبعادي عن الخطر. لم يكن يعرف كيف، لكنه لم يكن يريدني هناك. أخبرني لاحقاً أنه لو كان حدث أي شيء لكان قد تطوع بنفسه. لذا اتصل بخادمة عمي السابقة في قريتها قرب مدينة نورنبرغ. كان على شخص من مكتب بريد القرية الصغيرة أن يذهب إلى منزلها ويخبرها بأن السيد نويلاند يريد التحدث معها. لم تكن تعرف السبب، لكنها كانت تعرف الاسم، وسألها إذا ما كان بإمكانها أخذي عندها لبعض الوقت. وعلى الفور انطلقنا في الرحلة، وبالطبع لم نرتدي النجوم الصفراء. أخبرني والدي أن أجلس في عربة قطار وأن يجلس هو في عربة أخرى وأن أنظر من النافذة عند كل توقف، وإذا رأيت أحد أفراد قوات الأمن الخاصة يصعد إلى القطار كان من المفترض أن أنزل على الفور وأنتظره في المحطة. لاحقاً سألته عما كان يفكر فيه. هل كان من المفترض أن أنتظره في المحطة؟ إذا جاءت قوات الأمن الخاصة وإذا أخذوه، فماذا كان ليحدث لي؟ قال إنه أيضاً لم يكن يعرف، لكن القطار لم يكن تحت المراقبة. وصلنا إلى نورنبرغ وسرنا لمدة ساعتين ونصف الساعة إلى القرية الصغيرة. كانت هناك أختان، إحداهما كانت منقذتي، وكذلك أب يبلغ من العمر 80 عاماً. كان الأبناء يقاتلون في الحرب، وكان والدي يسير ذهاباً وإياباً في الغرفة. ما زلت أراه ذهاباً وإياباً، ذهاباً وإياباً. ثم عادوا وقالوا إنهم قرروا أن أمكث معهم لفترة، لكن إذا لم نتمكن من إيجاد طريقة قانونية فسيتعين علي المغادرة، لن يسمح لي بالبقاء. لا أستطيع وصف مشاعري حين ودعت والدي.
kann man nicht erzählen. Weil ich ja اعتقدت أنني لن أراه مرة أخرى. كان شعوراً مروعاً. لكن من الجيد أن هذه المرأة اسمها تسينسي وكانت شديدة التدين. رأتني نساء القرية بالطبع وقلنا إنها أحضرت ابنتها غير الشرعية لتعيش معها، فهي لم تكن متزوجة ولم تكن على علاقة برجل. كنا يقولن ذلك في وجهها، ولقد قالت لي لاحقاً إن هذا كان ابتلاءً من الرب وإنه كان عليها تقبله وتقبلته، وأخبرت الجميع أنني ابنتها غير الشرعية، وظلوا يرمونها بهذا الادعاء في وجهها طيلة تلك السنوات. هكذا هم البشر. كان علي الذهاب إلى كبير المزارعين في القرية، ولا يزال بإمكاني رؤية منظر الصليب المعقوف الذي كان يرتديه على زيه الأخضر. كان لديه مكتب وجاء لمقابلتنا أثناء دخولنا. لابد أنه رآنا من النافذة. قال: إذن أحضرت ابنتك غير الشرعية. لم يكن يريد أن يعرف أي شيء عني، وأصدر كوبونات الحصص الغذائية التي كانت تصدر بأسماء الناس، وهكذا تمت تسوية الأمر وأصبح وضعي قانونياً. بالطبع هدأت نفسها بإخبار كاهن القرية بكل شيء. وحين أعود بالذاكرة أجد أنه أيضاً فعل الكثير للمساعدة. كان عليه أن يأخذني إلى الكنيسة، رتب كل شيء كي لا يلاحظ أحد. كان علي أن أذهب إلى الكنيسة في وقت مبكر من كل صباح، حتى احتلت كتيبة من قوات الأمن الخاصة القرية. كانوا يتراجعون أمام الأمريكيين، وكنا بالفعل نسمع طلقات ونيران المدفعية عن بعد. كان الكاهن خائفاً لأنه لم يكن يعرف مدة بقائهم، لم يعرف أحد ما الذي يحدث أو المدة التي سيبقونها أو متى سيأتي الأمريكيون. حين دخلت الملجأ كان هناك عمال قصريون من بولندا، نساء ورجال. كانت النساء يبكين، كنا في شدة الخوف. ثم غادرت قوات الأمن الخاصة الألمانية وحرر الأمريكيون القرية، ثم صعدوا إلى التل وجلسوا على متن دباباتهم وألقوا العلكة على الأطفال. كان الأمر أشبه بما نراه في الأفلام. ثم انتهت الحرب. كنت قد وضعت مسألة ما إذا كان والدي لا يزال على قيد الحياة بالفعل جانباً، لأنني علمت بكل هذه الفظائع إبان وجودي معه. كنت مقتنعة بأنه لم يبق لي أحد الآن.
لكن والدي جاء بعد بضعة أشهر، كان في المستشفى ولم يكن في حالة تسمح له بالحركة. كان كل شيء قد دمر، لم تكن هناك أخبار ولا خدمة بريد، لم يتبقى شيء. حين وصل والدي كنت جالسة على عربة أقودها مع زوج من الأبقار، لا تتحرك الأبقار بسرعة كبيرة، وسمعت سيارة قادمة خلفي. كانت البقرة اليسرى تكره السيارات وأصيبت بالذعر، لذا نزلت من العربة ووقفت أمامها وعنقتها كي لا ترى السيارة التي مرت بنا. ثم توقفت على بعد حوالي 20 أو 30 متراً أمامي. قلت لنفسي: يا إلهي، علي أن أمر أمام تلك السيارة مع هذه البقرة المجنونة. كانت تكره السيارات، لم تكن لتتأقلم مع العصر الحديث. على أي حال، حين اقتربت نزل شخص ما من السيارة وكان والدي. لا يمكنني أن أصف كيف كان شعوري. كان لدي أصدقاء هناك في المزرعة، كانت جميع الحيوانات أصدقائي، كانوا يعرفون أسراري، كل شيء، وكانوا يستمعون لي أيضاً. على الأقل تخيلت أنهم كانوا يفعلون ذلك. لم أكن أرغب في ترك أصدقائي، كان ذلك أسوأ شيء يمكن تخيله، لكن كان علي فعله. لم أكن أرغب في العودة إلى ميونخ، لم أرغب في أن أكون مع الأشخاص الذين نبذونا وأهانونا وبصقوا علينا وكرهونا. وكنت أعلم أنهم ما زالوا هناك، وكنت محقة، حتى حارسة المبنى كانوا جميعاً هناك، وكان الجميع ودودين للغاية ولطفاء للغاية وسعداء ويشكرون الرب على عودتنا وبصحة جيدة. بالفعل شيء لا يصدقه عقل أن أحداً لم يكن قد سبق له التعرف على البشر فقد عرفهم آنذاك على حقيقتهم. كان سؤالي الأول عن جدتي، فأخبرني بأنها لم تنجو. ثم التقيت بالرجل الذي صار زوجي فيما بعد. كنت صغيرة جداً ولم يكن مهتماً بي مطلقاً، لكنني لم أكن أرى سواه. حين كبرت تواصل معي وبدأنا في المواعدة، وفي النهاية تزوجنا. آنذاك لم يكن أحد ممن بقوا هناك يرغب في البقاء. كانت لكل شخص بقي هناك قصته الخاصة. أحببت أطفالي وأردت لهم الأفضل، لذا بقينا. بالنسبة لشابة تعيش في بلد مسؤول عن كل ما حدث،
فإنك تشعر بالغضب الذي يتجلى ضد الأشخاص الذين تقابلهم. كان ذلك غاية في الصعوبة. آنذاك لم يكن هذا البلد بالنسبة لليهود هو ألمانيا، بل أرض القتلة. لقد عاش اليهود فيما يشبه الجيتو غير المرئي. كانت هناك رابطة غير مرئية بيننا. كان هناك الضحايا من جهة والقتلة من جهة أخرى. كانت هناك حالة من خداع الذات. حاول المرء أن يخلق تصوراً لم يكن موجوداً، لكن كان لابد من التعايش مع ذلك. كانت ثمة محاولة للعثور على أشخاص لم يكن لهم أي علاقة بالنازيين. كان هؤلاء الأشخاص موجودين بالفعل، وقد حققوا الكثير. كنا نحاول، لا أدري لماذا بالضبط، كسب أشخاص لم يدعموا النظام النازي. كانوا موجودين، ولكنهم كانوا ببساطة خائفين. يمكنني أن أتذكر ذلك جيداً. كان بعضهم في الهيئات الحكومية، لكننا كنا نعلم أن كل قاض جالس في منصبه كان له ماض. كان والدي يعرف ذلك أيضاً. لم يتحدث أحد عن ذلك، لا الضحايا ولا الجناة. لم يتحدث أحد عن ذلك مع الأطفال، حتى أنا. لقد استغرق الأمر مني سنوات عديدة حتى كبر أطفالي كثيراً. كنا نعيش مع بعضنا فقط، معزولين عن بقية العالم. لم يسمح لأطفالي الأكبر سناً بإحضار أصدقاء المدرسة إلى المنزل. أما ابنتي الصغيرة فسمح لها بذلك. كانت هذه خطوة إلى الأمام. بعد سنوات عديدة، ربما قبل 20 عاماً، تلقيت مكالمة هاتفية من رجل أراد التحدث إلي عما حدث آنذاك. وافقت على مقابلته. حين التقينا، قدم نفسه وأخبرني أنه كان قائد معسكر الترحيل في ميلبرتسهوفن، حيث كان الناس مجبرين على البقاء لبضعة أيام قبل ترحيلهم. سألته عما يريده مني. أخبرني أنه يريدني أن أعرف أنه يشعر بالذنب الشديد. في البداية كان متحمساً وفعل ما قيل له، ولكنه كان يشعر بالذنب وأعرب عن ندمه، وما زال يريد أن يخبرني شخصياً بأنه لا يستطيع إلغاء جرائمه. وأعطاني مجموعة كبيرة من الصور التي التقطها على مدار سنوات في المعسكر. أثر ذلك بي كثيراً، لأنني كنت أعلم أن جدتي كانت هناك،
كان هذا المعسكر في ميلبرتسهوفن حيث تم وضع اليهود في عربات القطار. كان هذا جزءاً من حياتها. كانت تلك بداية الحياة التي كان عليها أن تعيشها. علينا إدراج التثقيف السياسي من رياض الأطفال. من المهم جداً إعطاء الشباب تثقيفاً سياسياً حتى يكبروا معاً. هكذا أمارس أنا الأمر. ففي رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والثانوية لدينا أطفال يهود وغير يهود. من المهم جداً أن يكبر الأطفال معاً ويروا في كلا الاتجاهين أن الآخر لا يختلف عنهم. تم تسليم شعلة الذكرى إليكم بالفعل. إن زمن شهود العيان الذين ما زالوا قادرين على الإدلاء بشهاداتهم حول ما مروا به وما مر به الناس سينتهي قريباً. أنتم من عليه واجب تحمل مسؤولية دعم هذه الذكرى. لا ينبغي لنا أن نكتفي بإحياء الذكرى، بل علينا أن ندرك وعلى الشباب أن يدركوا مدى ما يمكن أن يفعله الإنسان بأخيه الإنسان. ولا يمكننا أن نفعل ذلك إلا من خلال التذكر وإحياء الذكرى ووضع الحقائق على الطاولة. والجيل القادم من السكان غير اليهود مهم للغاية في مواصلة إحياء الذكرى والتذكير. هذا كل شيء ليس من أجل سرد ما حدث، بل لضمان عدم تكرار حدوثه مجدداً. وهذا مهم جداً بالنسبة لي، وهذه هي المهمة التي تقع على عاتقكم جميعاً.